يقول السائل: من أراد أن يعتمر عن أحد هل يجب عليه لبس لباس الإحرام أم يلبس لباس المخيط؟ وهل يخرج خارج مكة فينوي أم ينوي في مكانه؟ ايش يقول؟ يقول: من أراد أن يعتمر عن أحد هل يجب عليه لبس لباس الإحرام أم يلبس لباس المخيط؟ نعم، يجب عليه أنه يفعل بعمرة عن الغير مثل ما يعمل بالعمرة عن نفسه، فيتجرد من المخيطات ويلبس الإزار والرداء ويذهب إلى الميقات يحرم منه بالعمرة، وميقات أهل مكة هو الحل، تنعيم أو الجعرانة أو خارج الحرم، فتعمل بالعمرة للغير مثل ما تعمل بالعمرة لنفسك سواء. نعم.